لي ساعتين وانا ارتب العفش، يا دوب خلصت ان شاء الله نلحق. حاطن الجاكيت عشان يقولون الاردن اجواها متقلبه برد في الليل والنهار، ها شويه حر، فاخذنا الجاكيت سولف جي الرحله بعدين بنتفاهم معاه ان شاء الله. لا ركبنا الطياره حلقت في السماء. هذا صديق جديد عرفته من خلال دخون الاماراتيه اللي كل يوم يصدموني بشيء جديد. جماعه عطر نسائي ياخذ العقل، يميل للنساء اكثر من الرجال بس مره جميل. دائما اخليها بكرتونها الشاحن عشان نفلل الجوال في الطياره. انا من يومين في هالاطلاله الجميله في عاصمتنا الحبيبه، نروح ونرجع لك يا اغلى ثرى على المطار. لقينا راعي الخزنه وراع القفل والمفتاح، وقلنا وش قبيلتهم وقالوا من اهل الحاره. الله هعلمني يوم اني ما في واحد ما دقيت عليه وقلت الو وين اوقف سيارتي، اوقفها عندك صاحي ولا مجنون؟ هيا وش ابي الحين، وين اوقف جيبي يا رجال؟ ما في مسلم ما دقيت عليه يا غازي. ها الدنيا بخير ولا نكبشهم في الحديده لا توقفها في اي مكان حديده، والدنيا بخير والمعارف واجد والربع واجد والجماعه وين من الربع والجماعه؟ ورنيهم وينهم وينهم؟ طب انا ادق؟ اي دق يلا الحين ادق على سلمان بشير. والله ادق على اقول نبي نجي نوقف جنب شو نسوي؟ نعم والله ونعم. لا لا دقيت على خالد الشيباني بنوقف عنده. اي ترى ربعنا هنا، ادق على صياف خليفه الحين وعلم. والله ونعم ابو رايد والله يجيك ياخذ بعد. الله يهديك ويصلحك يا مخلد. خط خط واخرتها الناس كلهم في المطار وحنا بلشانين في الدائري. وش يبينا نوقف الموتر ونطلع كريم وجهات. انت دقيت على خالد بس تب اللي انت وقفت الموتر، دقيت على خالد ولا دق؟ متى تدق على؟ ما بدق على الرايب ابو فيصل ولا قلت تعال حطه في الاستراحه. كفو والله كفو. ولا دق على صالح عبد الله ابو عبد الله، لا والله لي ما يقصر. كفو ربعنا واجد يا كفو. وش رايك تعد الربع كلهم؟ والله ما يقصروا ربعنا ونعم، والله ونعم في الجميع. منك بس لا تبى منهم رسالة واتساب ليجونك ولا بيوت العساسيف عنهم منك. ودعم في الجميع. خلنا ندق على محمد. خلاص احنا وصلنا ازعجت. ندق على محمد عساف الحين يجيك يقول تجي السطحة تاخذي لا تحرق. والله وسبعة العاب في الجميع، ربعنا وغير ربعنا. انت تحسب انه ما نعرف احد في الرياض؟ نعرف يا غازي والدنيا بخير. طيب انا اوقف عند شقتي؟ لا ليش؟ عند شقتهم فيها عمال ونترك ربعنا؟